اكتوبر ونوفمبر 2023 افتكروا كويس زي ما احنا لسه فاكرين انه في مارس وابريل 2003 الولايات المتحده الامريكيه خربت ودمرت واحتلت بلد عربي اسمه العراق. العراق قبل الاحتلال الامريكي ليس العراق بعد الاحتلال الامريكي. المسؤول عن كل مشكله حصلت للعراق واهله وشعبه وتاريخه وثقافته وموارده وجيشه وسيادته وكل حاجه هي الولايات المتحده الامريكيه واداره جورج دبليو بوش الابن. النهارده افتكروا ان هناك مسخ يحكم العالم ويحكم الولايات المتحده الامريكيه اسمه جو بايدن ومعه مسخ كاذب مضلل متواطئ مشارك في دماء الفلسطينيين وفي جرائم قتل الفلسطينيين اسمه انتوني بلينكن وزير الخارجيه الامريكي اللي بيصل تل ابيب النهارده الصبح وبيلتقي بنيامين نتنياهو وبيقعد معاه وبينشر تويتة على حسابه الرسمي على تويتر بيقول ان اسرائيل لها حق الدفاع عن نفسها في نفس اللحظة اللي اسرائيل كانت بتدافع عن نفسها بالطريقة الوحيدة التي تعرفها وهي استهداف المدنيين وقتل المسعفين وقتل الفرق الطبية حيث استهدفت عربات اسعاف بها عشرات المصابين امام مقر او مجمع الشفاء الرسمي في قطاع غزة. كانوا رايحين على معبر رفح عشان يدخلوا للحدود المصرية أنتوني بلينكين في المنطقة وفي إسرائيل في ثالث زيارة منذ عملية طوفان الأقصى نشوف الخبر مع بعض اللي بيقول أنه الزيارة بتاعته بتهدف للضغط على القادة الإسرائيليين لاتخاذ خطوات ملموسة للحد من الأضرار اللي بيتعرض لها المدنيين ده بعض الأمريكيين بيقولوا الكلام ده بلينكن قال: أوضحنا لإسرائيل أنه من الضروري الحرص على حماية المدنيين العالقين في ساحة القتال. نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين في البيت الأبيض قولهم أن بلينكن سيحث إسرائيل على الموافقة على سلسلة من الوقف القصير والمؤقت للعمليات العسكرية من أجل السماح بإطلاق سراح المحتجزين وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة. نتخيل مع بعض المشهد. بلينكن في البيت الابيض قال انا رايح اسرائيل عشان اتكلم معاهم ان هم يوقفوا اطلاق النار شويه وان هم يفتحوا المجال للمساعدات الانسانيه شويه ويطلقوا يعملوا توزيع للمساعدات والقوافل تدخل كده فوصل اسرائيل قعد مع بنيامين نتنياهو قال له الكلام اللي هو عايزه فنتنياهو هو قاعد اما ان بلينكن كان عارف واما ان بلينكن ما يعرفش جاله خبر ان نفذنا العمليه اللي امرت بيها عملتوا ايه قصفنا عربيات الاسعاف اللي رايحه ناحيه معبر رفح واللي فيها المصابين فهنا بلينكن قعد قالوا له الخبر فقال يعمل ايه اكيد مش هيقول له عيب مش هيقول له ما يصحش مش هيقول له المساعدات مش هيقول المدنيين فهنا بلينكن قال للمساعد بتاعه او الصحفي خد لنا يا ابني صوره حلوه واحنا قاعدين باصين وشنا في وش بعض اكتب يا ابني تويتر على تويتر ان اسرائيل لها حق الدفاع عن نفسها ده اللي بيعمله انتوني بلينكن، وده اللي بتعمله الاداره الامريكيه، ودي اللي بتعمله الولايات المتحده الامريكيه الشريكه في دماء الفلسطينيين، المتواطئه عليهم، المشاركه لاسرائيل في ارتكابها الاباده الجماعيه وجرائم الحرب في قطاع غزه. اللي حصل النهارده ما ينفعش تتهم بيه اسرائيل بس. اللي حصل النهارده لازم تتهم بيه الولايات المتحده الامريكيه وتوجه الاتهامات بيه لانتوني بلينكن وزير الخارجيه لانه حصل تحت سمعه وبصره نشوف يعني فيديو للحظة وصول أنتوني بلينكين للأراضي لحظة وصول أنتوني بلينكين عشان يكلم إسرائيل عن المدنيين ويكلمها عن المساعدات الإنسانية بعد وصوله بدقائق أو بساعات قليلة كان استهداف لعربات الإسعاف أمام مجمع الشفاء الطبي وارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لمجزرة جديدة وخرج بعدها بلينكن في التغريدة اللي هنشوفها عشان يقول يا جماعة إسرائيل لها حق الدفاع عن نفسها نشوف تغريدة أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي هنا بيتكلم أنه عدت إلى إسرائيل للاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الإسرائيلي وغيرهم من القادة وسوف نناقش حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها والعمل من اجل ايصال المساعدات الانسانيه للمدنيين في غزه الحمد لله ناقشوا حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها مباشره تم قصف هذه المستشفى او ثلاث مستشفيات الحقيقه دي دبليو كلمت كمان انه انتوني بلينكن موجود في الشرق الاوسط عشان يقلل الاضرار اللي بتلحق بالمدنيين تاني انتوني بلينكن موجود عشان يقلل الاضرار اللي بتلحق بالمدنيين في الوقت اللي انتوني بلينكن موجود فيه اسرائيل بتقول للعالم اما ان امريكا مشاركه معانا او ان امريكا عارفه اللي احنا بنعمله او ان امريكا مش قادره تقول لنا نوقف اللي احنا بنعمله الرسائل اللي حصلت النهارده في قصف العربات الاسعاف امام المستشفى الشفاء والاندونيسي والقدس بيوصل رساله من الثلاثه دول طيب كريس ميرفي وهو عضو في الكونجرس الامريكي نشروا بيان امبارح مهم جدا بيتكلم فيه عن مجموعه من المطالبات لقد حان الوقت لاصدقاء اصدقائنا في اسرائيل للاعتراف بان النهج الحالي يسبب مستوى غير مقبول من هاتوا التغريده يا جماعه لو سمحتوا او ده ماشي الترجمه بتاعتها اوكي او انهم بيسببوا مستوى غير مقبول من الضرر المدني ولا يبدو من المرجح ان يحقق هدف انهاء التهديد اللي بتمثله حماس وحث اسرائيل على اعاده النظر على الفور في هذا النهج يبقى ده كان كلام كريس آآ ميرفي آآ على صعيد اخر رئيس الوزراء الايرلندي ليو فارادكار اتكلم عن تصرفات إسرائيل في قطاع غزة وصفها بأنها شيء أقرب للانتقام في ظل الحرب المستمرة على القطاع اليوم الثمانية وعشرين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال أن إسرائيل قال أن قطاع غزة بيتعرض لحرب إسرائيلية من ثمانية يوم بيشهد جرائم ضد الإنسانية وأن أولوية تركيا هي وقف إطلاق النار أه سي ان ان بت... يعني في كلام في شبكه سي ان ان او مصادر قالت شبكه سي ان ان الرئيس بايدن وكبار مستشاريه حضروا اسرائيل بشكل متزايد من اشتداد الغضب العالمي بشان حجم المعاناه الانسانيه اخبروا الاسرائيليين ان تاكل الدعم سيكون له عواقب استراتيجيه وخيمه لعمليات الجيش الاسرائيلي ضد حركه حماس احد كبار المسؤولين في الاداره الامريكيه قال لسي ان ان انه المشكله بالنسبه لاسرائيل هي الانتقادات اللي اصبحت متزايده ليس فقط بين منتقديها ولكن من افضل اصدقائها الحقيقه مش متاكد ان الكلام ده حصل يعني مع ان سي ان اللي نشره لانه لو الكلام ده حقيقي فانتوني بلينكن هيروح النهارده اسرائيل بنفس تاني خالص لكن اللي حصل ان انتوني بلينكن موجود وبترتكب مذبحه زي اللي حصلت عند مستشفى الشفا والراجل بيطلع يكتب على تويتر في نفس الوقت والله اسرائيل ليها الحق في الدفاع عن نفسها فانا مش متاكد ان كلام سيء ان, إن ده حقيقي بصراحه ان هو في مصادر من جوه والناس في الاداره الامريكيه مش عاجبها اللي بيحصل